الخير لكم جميعا. حنا يعني 3 أيام صح تقريبا على توديع العام 2023، وسؤال هو كيف كان العام بالنسبة لك؟ هل كان عام جيد أم كان عام كالعادة أم كان عام غير جيد؟ يعني وفي الحقيقة أنه هو مثل كل الأعوام، ومثل كل الأعوام التي مضت والتي ستأتي، أكيد أن فيها أحداث كثير سلبية وأكيد أن فيها أحداث كثير إيجابية، سواء كانت على المستوى الشخصي أو على المستوى الجماعي أو على المستوى المجتمعي أو على المستوى العالمي. لا شك أن 23 كان أسوأ ما فيها هو الحرب على غزة. وأنا باعتقادي دام أن ذكرنا غزة، أن حنا يعني مقدمين على تغيرات كبيرة وعظيمة، لأن اللي هم فعلوه في الحقيقة، أنا كان عندي شوي إيمان بسيط بأن في الحقيقة ممكن السلام، يعني احتمال السلام وارد، لكن تضاءل هذا الاحتمال في الحقيقة بعد ما هم عملوه أو قاموا فيه، لأن ما في دولة يعني ترى الديمومة ممكن تعمل كذا، لأن هي الحين أنشأت مشكلة مستمرة، يعني لن تتوقف على الأقل جيل. يعني أمامنا 40 سنة الآن من المعاناة بين الفلسطينيين والإسرائيليين، 40 سنة مينيمم. فالإسرائيليين ما حيهنؤون في الحقيقة في سلام، حتى لو قرروا، يعني حتى لو اتفقوا، حتى لو الآن قضوا على حماس بالكامل ودمروا حماس ولم يبقى ولا فرد من حماس، بالنهاية في هناك 20,000 قتيل، منهم 19,500 مثلا مش من حماس. هؤلاء لهم أهل ولهم أقارب ولهم أبناء ولهم آباء، صعب جدا أن يصفحوا الصفحة هذه ويبدأوا حياة جديدة فيها سلام. يعني هذا في الواقع لا يحصل، يعني هو من المسائل الصعبة جدا جدا. فهي في الحقيقة كأنما الكيان الصهيوني فتح على نفسه مدفع قادم لمدة مينيمم 40 سنة. هذا لا يعني أنه سينتهي في 40، بس مينيمم، لأن الجيل يعد بتقريبا 40 سنة، فمستحيل في الحقيقة أنه هو سيكون في سلام. فالأفضل أن حنا الآن ما نفكر في سلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين. It's too late, it's too far, and there is too little being done. ففي الحقيقة هو الموضوع خلاص أصبح غير ممكن تقريبا في البعد هذا، في المسار هذا، في التاملان اللي احنا شايفينه أصبح غير ممكن. ولذلك ما في فائدة يعني الآن إن تبحث في السلام وتجلس على طاولة مفاوضات هو it's a waste of time. يعني طيب وش الحل؟ يعني في حلول كثيرة ما حناقشها أنا بهالخاطرة هذه، لكن لو ناس فعلا عندهم يعني حلول، يبون حلول حقيقية، فالحلول الحقيقية موجودة. أنا لو كنت مسؤول في فلسطين كنت حتصرف بطريقة مختلفة تماما، لأني أعتقد بأن الإصلاح لا يأتي بالصراع ولا بالصدام، يعني ولا حتى في الدفاع فقط. يعني مثلا احنا كلنا ندافع عن حقوقنا، ان واحد يقول انت يعني قصدك انك ما، لا انا دافع، انا ما احنا مسارنا ما هو طوفة هبيطة. لو واحد تكلم عليه بتويتر اسمع كلام وخليه يندم على حياته انه هو تكلم بكلام سيء علينا او اساء لنا او كذا، ما نخاف من حد ونتكلم ونرد وندافع. لكن اذا ادخل بالصراع، يعني اكثر من 2,000-3,000 شخص شتمني ونال من اعراضنا وتكلم فينا وسبنا وشتمنا، لكن انا ما رفعت ولا قضيه واحده لا في محاكم الكويت ولا في غيرها، ما رفعت قضايا ولا كذا، وان كنت هددت احيانا لكني لم اشرع فيها. السبب مو هو، سبب انا ما اريد ان يضيع وقتي في الصراعات وكذا. حياتي واوقاتي اغلى من اي شيء، أغلى حتى مما يسمى كرامة،
أوكي، اللي هو إيجو في الغالب عند العرب، بس هم يسمونه كرامة. في شيء اسمه كرامة، لكن العرب لهم مفهوم آخر للكرامة، هو لا تجرح الإيجو عندي. أوكي، فأنا أؤمن بأن حق الإنسان في الدفاع، يعني مثلا من حق الشعب الفلسطيني أنه يدافع عن نفسه. لما الشعب الكويتي يعني تم الاعتداء عليه، كان من حقه أنه يدافع بكل الطرق وكل الوسائل، يجلب ناس أجانب، يتعاقد مع معرفش كيف، وحر يحرر بلده بالطريقة التي يراها مناسبة. طيب وإذا عروبة، ما طز في العروبة كلها من أولها لآخرة، عادي. أنت تحمل حاجة تعرض يعني أمنك وتعرضت نفسك وكذا، بتقول طز، صح ولا لا؟ فكذلك الفلسطيني من حقه، هو في حقه الدفاع عن نفسه بشتى الطرق اللي هو يراها مناسبة في الميدان. الكلام غير، أنا كلمك هنا من حديقة وقاعد كذا وأبدأ أتفلسف وأقول والله لا، لازم الفلسطيني يسالم ولازم كذا، وحماسهم اللي غلطانين ما راح أسوي هذا الكلام. أنا ما أعرف، يمكن لو كنت في الميدان أنا كنت في الصفوف الأولى ضد إسرائيل، ما أعرف هذا الكلام. فهاي المس، لكن أقصد أن في استراتيجية للتغيير. الكلام هذا يجرنا إلى، لأن أنت كذلك تمر في صراع، أنا وأنت كلنا نمر في صراعات. فالدفاع عن نفسك حق، من حقك الدفاع عن نفسك. لو حد أساء إليك في تويتر وتبي ترفع دعوة وقضية، هذا حقك، وما حد يسلب منك هذا الحق. يعني المهم أنك بس ما تسيء لهذا الحق ويعني وتزودها زيادة. يعني فمثلا بعض الناس ما عنده هذا الميزان. أنا تكلمت عن هذا المفهوم بس خلني أدردش فيه، لأنه ودنا نختم السنة صح. يعني أنه أنت تعرف ميزان يعني الدفاع، ميزان مثلا لو أنا حد شتمني في تويتر، هل يعني وأنا عندي القدرة هذه، هل أروح أستأجر شوية بلطجية يضربونه ولا ما أعرف شيش ولا كذا؟ هذا اعتداء صارخ. يعني هو مجرد قال كلمة، كان متهور، كان زعلان، كان حزين، كان سكران، كان توقع من النوم، كان ماخذ أدوية، ما نعرف شنو القصة اللي كذا، وقال كلام خربط لخبط فيه وقال. فالعقاب ما يكون شديد. هناك دول الآن من دولنا الكريمة كذا، كل يوم عندهم قانون عقاب، كل يوم تقريبا. يعني أصبحت دولنا دول عقابات كثير، فيها قوانين عقابية، وعلى فكرة ما فيها قوانين مكافئية. يعني كل القوانين هي موضوعة للتربص بس بالمخطئين، خلينا نقول كذا. هذا مش شيء جيد. القوانين لا تعزز مجتمع آمن، القوانين تردع المجتمع مؤقتا فقط. فالأصل في القوانين أنها تكون مؤقتة يعني وتتغير، لكن إن كان ولا بد منها، وأنا أعتقد أن في الحقيقة لا بد منها، يعني إن كان ولا بد منها فتكون طبعا قوانين يعني مخففة أو متوازية مع الجريمة أو مع الخطأ. يعني مثلا أنا لو وقفت في مكان خطأ، يعني ممنوع الوقوف، وقفت في مكان خطأ، أو مثلا مكان مكتوب عليه للمعاقين، ممنوع توقف في مكان المعاقين إذا كنت أنت مش معاق أو على سيارتك ما تحمل هذا الترخيص مثلا. فوجاء شخص ووقف، فيكون العقاب مثلا بالسجن 3 شهور وبغرامة مالية مثلا خلينا نقول 2000 دولار. هذه العقوبة جاية من شخص وضع القانون سادي، هذا يعني هذه سادية، ما هي عقوبة. لأن ممكن هذا الشخص كان كثير مستعجل، ممكن هذا الشخص كان أمه كانت يعني تتعرض لظرف طارئ جدا، فاضطر يقف هنا حتى يحصل على شيء من الصيدلية مثلا أو كذا. فالعقوبة is too much. ممكن حتى كان متهور، يعني متعمد ومتهور وكذا، فتحط عقوبة توجع لكن لا يعني تتسبب في تروما. دخلت سجن مثلا، طب هذا السجن أنشأت أنت، الناس اللي يدخلون السجن ما تتحسن أخلاقهم، لا، غالب الناس اللي يدخلون السجن تستاء أخلاقهم. فأنا أنشأت الآن كان عندي شخص مخطئ، فصار عندي شخص مجرم الآن، ومن اللي تسبب في الإجرام؟ القانون هذا، واللي مطبق واللي مشرع لهذا القانون. من كذا موضوع وجود التشريعات يعني بيد الشعب مسألة كثير 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 ضرورية من أنها تكون بيد حكومة.
أوكي، هناك ناس يطالبون مثلا، شوف في مطالبات مثلا غبية الآن موجودة في الكويت، يقول والله خلينا نعطل الدستور. كلمة نعطل الدستور بالكويت تعني هو إيقاف مثلا مجلس الأمة، يعني اللي هو إيقافه بطريقة غير دستورية، لأن لا يجوز لأحد بما في ذلك الأمير أن يوقف مجلس الأمة أو يحل مجلس الأمة إلا بطريقة دستورية. يعني لو حل وجب إرجاع المجلس في خلال 60 يوم، يصير تصويت مرة أخرى والناس تصوت وترجع المجلس. تبي ترجع نفس المجلس، تبي ترجع مجلس أسوأ منه، هذا الشعب وما يستحق يعني. ففي ناس تطالب أنه بحل حل غير دستوري، يعني علق المجلس ولا ترجعه. يعني ليش؟ حتى نتطور فنصبح مثل السعودية ولا مثل الإمارات ولا مثل قطر ولا كذا. يعني هاي الفكرة اللي تروج الآن كذا. أول شيء أنا بقول هذا كلام ككويتي، ومعلش يعني مع الاحترام والتقدير لجميع هالبلدان اللي هي الحقيقة بلدان يعني أنجزت وحققت وأثبتت أنها يعني قاعدة تتطور بطريقة صحيحة، وأكرمت كذلك شعوبها ويعني أكرمت بلدها. يعني أنا بالنسبة لي الحرية ما تسوى والله لو بنيت 50 بناية، لو بنيت ناطحات السحاب، لو عملت ما عملت، لو وثقت جوازنا من أفضل الجوازات في العالم، لو عملت ما تسوى. يعني ما تسوى الحرية بالنهاية. طب واحد يقول وزول الأمان على أساس الكويت شايفها بحرب؟ الكويت أمان، الكويت من آمن البلدان في العالم. يعني ما اللي تسمعها يعني إذا واحد بيعيب الكويت اليوم يروح يدور واحد ضرب له شرطي، ولا واحد مدري مجلس الأمة تضاربوا مع بعض، هذا أقصى ما وجده. بلدان مجاورة قتل وسفك وكذا، يعني الموضوع واصل أقصى من ذلك بأضعاف. يعني فالفكرة هو الأمان، الأمان موجود. لو فعلا اختل الأمن في البلد لا أصبح في الحقيقة، وأصلا القانون الدستور في الكويتي يعني يضع ذلك أنه لو اختل الأمن خاص يصير الدولة في حكم عرفي، فتنتقل إلى الأحكام العرفية مثل ما حصل في الغزو. فبعد لما صار الغزو أصلا الدستور تعطل تلقائيا، فأصبحت الأحكام العرفية، وكان في حاكم عرفي يعني الشيخ جابر الله يرحمه عين الشيخ سعد العبد الله كحاكم عرفي في البلد، فأصبح هو الحاكم العرفي يقود الحرب والمعركة وكذا. يعني فهذا موجود أصلا لو فعلا ضاع علم، لكن احنا ما عندنا مشكلة في ضياع علم، البلد آمنة جدا، بالعكس البلد أكثر أمنا من أي بلد من البلدان العربية. لأنك أنت ممكن تقول أي كلام وتبات بيتكم بالليل، دول أخرى ما تبات في بيتكم، تبات وراء الشمس ومو أيام، شهور وسنين كذلك. يعني فلا مجال للتضحية في الحريات أصلا، لا أمن بلا حرية، يعني ما ممكن يكون في أمان بلا حريات، لا يمكن. الحرية والأمان متوافقين مش متضادين، يعني هم مسألتين متوافقين، الحرية تأتي بالأمان والأمان يأتي بالحرية، فهم اثنين. شو الفائدة مثلا والله تقول أنا أشعر بالأمان؟ العراق كان يشعر، وأي أمان يشعر فيه؟ يقولك والله صدام كان معيشة بأمان، ما كان معيشة بأمان، الناس كانت تخاف خوف الموت، وهو أي لحظة ممكن يدخل عليها وينسف كل مدنها. على بني يقولك والله الوضع ليس بآمن، وضع في الصين مش آمن، يعني وضع في كوريا الشمالية مش آمن، الوضع في العراق سابقا ويمكن حاليا كاك مش آمن، هذا وضع ما في أمن. كون والله حاكم فارض نفسه هذا لا يعني الأمن، هو الحاكم هو مخوف، يعني هو مرعب أصلا، يعني هو مضيع علينا الأمن أصلا. يعني فبالتالي لا مجال للاستغناء عن الحريات. ليش نقول هذا الكلام؟ أنت حتى في حياتك الخاصة الآن يجب أن لا تستغني عن الحرية مقابل الأمن. يعني واحد يقول أنا بستغني عن حريتي عشان أشعر بالأمن. مساعة سألني إحدى الأخوات كذا سؤال، تقول مثلا لو أهلي الآن يعني معانديني في فكرة، أو مثلا واحد من الشباب سألني سؤال لو أمي مصرة علي في فكرة، أوكي، وأنا ماني قادر أسويها هذا الشيء لأن هذا يمسني أنا ولا يمسها هي، يعني فماذا أعمل؟ ماذا أفعل؟ هل علي أني أنا لازم أرضي والديني؟ لأن تعرف أنت المشايخ طن طول الوقت على رأسه أنه هو لازم ترضي والدينك مهما كان. لا، أنت عليك أن ترضي والدينك
بما لا يخدش فيك يعني، يخدش في حقوقك ولا يتعرض لهم. فأنت لا تسيء لوالدينك، تعامل معهم بلطف وبأخلاق وكذا وبكرامة وبأسلوب لطيف لكن لو هم مثل هذا الشخص اللي يقول أمي ما راح ترضى إلا لما أسجل البيت باسمها، اللي هو بيت يعني بيتي أنا وبيت أسرتي وزوجتي وعيالك، أو ثاني يقول أمي ما راح ترضى عني حتى أطلق زوجتي، وزوجتي مو إنسانة ظالمة مثلا يعني، بس مو متوافقة معها يعني، فلازم أطلق ولا ما أرضى عنك يعني. سوري لكل احترام والتقدير، بس عساها ما ترضى صح ولا لا؟ هذا رضاها مو مطلب. وهو لو أرضاها عشان يقصد أنه بيرضيها ليرضي ربه، فهو أغضب زوجته أو ضيع حقوق زوجته وعياله يعني، أو هي ضيعت حقها في ذاتها لرضاء والدينها. فهذا فيقول طيب يقول ليش سويت كذا؟ يقول عشان أشعر بالأمان. فقد حريته ليشعر بالأمان. كثير من الناس على فكرة يتصرف هذا التصرف، اللي يقول أن الأمن مقدم على الحرية ويقصد فيها أنه يضيع حريته في التعبير بالرأي، حريته بالعمل، حريته بالانطلاقة في الحياة بالمشاركة، اللي يقول هذا الكلام هو حيطبق هذا الكلام كذلك في حياته. فهو أي حاجة ستخل بأمنه سيقول أيضا هذا الكلام، فبالتالي هذا ليس بصاحب مسؤولية. الشخص هذا سيصبح إنسان غير مسؤول، لأنه قد يعمل نفس الشيء مع والدينه، قد يعمل نفس الشيء مع زوجته أو مع زوجها. أوكي، نحن أيضا عندنا خلل في هذه المسألة اليوم، إحنا مش عارفين شنو يعني مشاركات الزوج وشنو مشاركات الزوجة، لأن اندوشنا الكلام اللي في اليوتيوب وكذا. وسوري يعني كثير من بناتنا يتكلمون بطريقة ما تعرف والله، يعني شيشوا يعني أثاروا المرأة أكثر وأكثر وأكثر، فاختل التوازن. بعدين صاروا الرجال هم أيضا اختل التوازن عندهم، حاولوا يرضون النساء طول الوقت قدر المستطاع، فاختل التوازن تماما الآن كذا. فصار حين أي شخص يتكلم ولو برأي يعني يؤيد رجل، فهذا أصبح نشاز 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 جدا، لأنه ماشي عكس التيار الجارف اللي هو كله على بعضه كذا يدعو إلى يعني استقلال المرأة تماما عن الرجل. أوكي، واستقلال المرأة تماما عن يعني مجتمعها وعن أهلها وعن كذا يعني، طبعا أو العكس، طبعا استقلال الرجل تماما اللي هو كان أصلا عندنا خلل في السابق، استقلال الرجل تماما عن المرأة وكذا. بس فهو في كل الحالتين خلل. فلذلك مع الأيام الشخص قد أيضا يتنازل عن حريات مقابل أنه بيرتاح خلاص. يعني أسأل رجل وامرأة تسألني تقول لي زوجي ما يسوي شيء في البيت، ما يسوي شيء، أنا كل شيء أسوي، أنا أدرس الأولاد، أنا أوديهم المدرسة وأجيبهم، أنا أشتري الأغراض من السوبر ماركت، أنا اللي أتابع الطبخ في البيت والتنظيف سواء كانت بنفسها أو من خلال الخدم أو كذا، فأنا كل شيء يعني. بس هو حتى صار يأتيه الراتب التقاعدي طبعا ويسلم لنا المبلغ يعني تقريبا 70-80% منه، ويقول على بركة الله ويروح يعيش حياته هو، ديوانية واستراحات وكذا، ويعني مضيح باله يعني. فلما أسألها يعني هو ليش حصل هذا، حصل من سببين رئيسيين دائما. السبب الأول قد يكون من الزوج، هو في الغالب السبب مشترك، لكن يكون من الزوج مثلا أنه هو يبي راحة البال، يبي الأمان خلاص، فتنازل عن حرياته، لأن الحرية مسؤولية، فتنازل عن حريته، تنازل عن مسؤوليته وخلاص، خليهم هم يديرونها بالطريقة اللي هم يرونها مناسبة، يأخذون هم اللي يبونه وأنا يكفيني هذا مقابل أني أنا أشعر بالأمان تخيل. أو بسبب إلحاح الزوجة لعمل كنترول في البيت، كنترول أنا كذا، أنا لازم أخذ استقلاليتي، أنا لازم يكون، أنا لازم ما أعرف إيش، أنا لازم أربي عيالي، أنا كذا، أنت لازم تعطيني الفلوس، أنت لازم ما أعرف. خذت الكنترول، ترك لها الكنترول، الآن بدأت تشكو هي، ترى ما يسوي شيء، قصدها ما عنده كنترول، ما عنده مسؤوليات. ما أنت إيش تبين بالضبط؟
من البداية شنو كنت تبين؟ مو أنت هذا اللي تبينه؟ خلاص تفضل يا رجل، هذا عطاك. هذا الرجل أيضا مخذل، يعني ليش؟ لأنه ضحى بحرياته مقابل الشعور بالأمان، مثل بقية الشعوب اللي هم قاعدة تضحي بحرياتها مقابل الأمان. الشخص اللي يقول أنا أثق بحكومتي 100% خايب، شخص خايب وخاين لبلده، بعد مو بس خايب، خاين لبلده. ما في شيء اسمه تثق 100%، ما في حكومة، ما الحكومة مش الله، أوكي، والحكومة هاي مش ناس لا يخطئون تماما، يخطئون. يجب على كل حكومة أنها تصوب، يعني شون زي نخرج على الحكومات، يعني أنت يا طخة يكسر مخها، ما نخرج على الحكومات عادي، بس يجب أن تحاسب، يجب أن تنتقد كل من صار رئيس حكومة، يجب أن ينتقد، هذا طبيعي. أوكي، رئيس حكومة يعني هو يراعي مصالحنا، يعني هو موظف عندنا. معنى رئيس حكومة يعني هو موظف عند الدولة، يعطونا راتب الدولة مقابل أن يقوم يرعى مصالحهم. طيب إيش هي مصالحهم؟ من عارف، لازم نسمع منهم مو منا. يعني هم اللي يقولون كذا. فأي شخص يعرض نفسه لهذه المسألة، أنا تعرضت لهذه المسألة في السابق، كان في عندنا قانون بالكويت يجعل المدير التنفيذ، وهي وظيفة إدارية تابعة لوزارة العدل، يجعله قاضي، يسمونه قاضي التنفيذ. والقضاء هذه وظيفة يعني ما يعني مستقلة، أوكي، سلطة مستقلة. في الكويت يعطى القاضي نوع من يعني التنزيه كذا، وأنا مو ضد الفكرة بصراحة، يعني وإن كان المفروض القضاء ما يحصل على هذه القدسية، يعني بالنهاية هم القضاء يقع في أخطاء كثيرة، وقد يقع في نصب واحتيال، ويكون قاضي ما هو مناسب، وبالتالي عادي أن الشعب يحاسبه، أو المجلس مثلا الشعب يحاسبه، أو مجلس القضاء يحاسبه، طبيعي وما يخل في القضاء. يعني هناك أحكام صدرت ضد قضاة بالكويت، بس هو أنا شخصيا لا أعتقد بأن القضاء مختل بالكويت، أعتقد أن القضاء بشكل عام جيد وعادل. يعني أول أمس صدر حكم، يعني في حكم بالإعدام لأحد أفراد الأسرة الحاكمة لأنه قتل واحد من الشعب، وهذه عادي، الأحكام كثيرة صدرت كذا. وعندنا حكم بالإعدام صدر لأحد الأسرة الحاكمة، ومن الأسرة الحاكمة يعني الفرع الرئيسي فيها، لأنه متاجر في المخدرات، وصدر فيه حكم. فيعني عشان يصدر حكم كذا من القضاء، يعني يجب أن يكون القضاء فعلا مستقلا. يعني فأنا أؤمن بهذه الفكرة، لكن شخص عادي نقد حكم مفروض يكون عادي، يعني ما فيها مشكلة، ويجب أن يحمى الشعب. كان أعرف أن بعض الناس سفهاء ويتكلمون بأي شيء ويردون أي شيء، وما يرعون المصلحة، مش مسؤول من حرياتك، طبعا يعني هذا وارد، بس ما حيخل في نظام الدولة. الناس كل يوم في بريطانيا تسب الملك، وكل يوم تسب رئيس الدولة في أمريكا، يعني عادي، هو رئيس الدولة بالنهاية، وهو بالنهاية هذا ملك، ما يعني سبيته ولا ما سبيته، هو نافذ حكمه ولا نافذ منصبه. فبس إحنا الحساسية عندنا، تعرف إن حساسية قبائل، يعني القصد إنها حساسية بادية، يعني ما إحنا بالنهاية عرب، يعني متعلمين في البادية، وكمان عندنا التحضر، يقول في الحديث النبوي من بدا جفا، يعني اللي صارت فيه طبائع البادية يجفو، ما يعرف يعيش عيشة الحضارة، يصير صعب عليه كذا، فيجفو، يصير عنده الجفوة. فلذلك الفكرة هو أنه أنا جيت وانتقدت مدير الإدارة بصفته الإدارية، وقلت كذا 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 كذا، فقام هذا مدير الإدارة القاضي برفع قضية عليه، وداها إلى المحكمة في نفس الدائرة التي فيها صاحبه القاضي، وصدر عليه حكم بالسجن. أنا رحت للقاضي حتى قلت له ما يجوز لك، أنا قلت للقاضي ما يجوز لك أنك أنت تصدح، أولا هذه الوظيفة وظيفة إدارية، يعني وترافع عني 5 محامين أفاضل وأكارم وكذا، قاموا بالترافع كذا بأن هذه وظيفة إدارية يا أخي، وهو انتقاد، يا أخي إذا أنت معتز بقدسيتك كقاضي لا تشتغل في وظيفة إدارية، يعني قاضي وصار وزير خلاص حيستجوب، حينتقد في مجلس الأمة، يعني خلاص لا تصير. إذن يا أما ننسف موضوع أن قاضي يصير في وظيفة إدارية، يا أما يتحمل القاضي في الشق الذي يتعلق به الوظيفة الإدارية النقد. فكان حكم جائر، يعني حكم باطل أصلاً،
ورحت أنا للقاضي وقلت له الكلام، قال تكلمني بهالطريقة، قلت له نعم أكلمك بهالطريقة، لأن أنت ما يجوز لك، ما يجوز لك تصدر فيها الحكم. فعصب القاضي، فقلت له في الحديث النبوي يقول النبي لا يحكم القاضي وهو غضبان، فحكم بالسجن. وأنا بيني وبين مدير الإدارة هذا وبيني وبين هالقاضي هذا حساب بيني عند الله، يعني يوم من الأيام سيدفعونه. أنا مو شايل عليهم شيء بتاتا، بس حتى يتحللوا منه، هم ما تحللوا منه حتى الآن، يجب عليهم التحلل منه، لأنه هو حكم ظلم، وقاضيان في النار وقاضي في الجنة. أوكي. فالفكرة هو أن النقد هذا هو يخلي البلد شغالة. بعدين بصراحة في العمق يخفف الحمل على الحاكم، لأن الحاكم مهما يكون يعني ليش شايل الهم هذا كله؟ ليش شايل هم ناس هبلان ماسكين مثلا أقسام ولا وزارات ولا وكالات ولا إدارات؟ في كثير منهم مختلين وفي منهم مقصرين، ليش هو شايل همهم؟ هم الشعب كذلك، فخل الشعب يحاسبهم عادي. أوكي يعني فهو ما انتقدوا الحاكم، انتقدوا الممارسات، لأن الحاكم إذا كان يمارس إدارة فلا بد أن ينتقد عادي. بالكويت مثلا الدستور كثير جميل، الدستور لا يعطي الحاكم أحقية في إدارة الدولة، يعني الأمير نفسه ليس له يعني إدارة في الدولة، ما عنده صلاحية في إدارة الدولة. عنده ثلاث صلاحيات رئيسية، يختار ولي العهد ويقدمه إلى الشعب، والشعب طبعا لازم يوافق عليه ويبايعه، ويختار رئيس الوزراء اللي من خلاله ممكن يمارس هو صلاحياته وكذا، ويشكل مجلس الأمة، يعني يدعو إلى مجلس الأمة أو يحل مجلس الأمة. هذه الصلاحيات اللي ممنوحة الأمير. لكن الناس لما تشوف واحد غبي يطلع لك في تويتر نناشد الأمير أنه شلون تناشد الأمير؟ والأمير ما يتدخل في قضايا إدارية، وإذا كنت تناشده ونفرض أنه هو سيأخذ قرار في هذه المسألة فأنت تعرضه للنقد. ولذلك الدستور نص على أن الأمير ما يمس يعني في ذاته، لا يمس في نقده ولا في كده. طب صراحة ما في مشكلة، ليش؟ لأنه هو أصلا لا يمارس، يعني غير معرض للمساءلة لأنه ما مارس أصلا المساءلة. لكن رئيس الوزراء لا، معرض للمساءلة حتى وإن كان ابن الأمير، حتى وإن كان ابن الأمير أو أخو الأمير، وحصل أخو الأمير تعرض للاستجواب. ابن الأمير توه الآن الكذا، وهو رجل فاضل جدا الشيخ أحمد النواف وكذا، وتعرض للاستجواب قبل وفاة والده الله يرحمه الأمير، وتعرض للاستجواب عادي ابن أمير، مدام أنه لأنه لا ينتقد بشخصه، ولا ينتقد طبعا أكيد بشخص والده، هو ينتقد بمكانه بمنصبه. اللي ينتقد هو رئيس وزراء وليس الشخص نفسه، لكن مدام استلم المسؤولية فينتقد. ليش هالكلام هذا السياسي كذا؟ حتى تفهم أن هذا الكلام إذا ما استوعبته سياسيا ينقلب عليك في حياتك اليومية. احنا في حياتنا اليومية نفس الشيء، اللي مارس مسائل معرض للمساءلة، اللي ياخذ قرارات معرض كذا. لكن اللي ما ياخذ قرارات مثل أخ الأب هذا اللي ترك كل شيء لزوجته وخلى عليك، بصراحة ما تقدر تحاسبه. يقولك شو أسوي لكم؟ طيب أنا عندي راتبي وعطيتكم راتبي، مو أنتوا تبون تديرون كل شيء، خلاص تفضلوا ديروا عليه. يعني إحنا يجب مراعاة هذه المسألة، وبالمناسبة كذلك يجب مراعاة شو اللي قاعد ندعو له، يعني لا ضرر ولا ضرار، ولا نخل في التوازن، يعني لا نروح نتجه في أقصى اليمين ولا في أقصى الشمال، لا ندعو إلى النسوية ولا ندعو إلى شو نسميها الشوفنزية كذا، هاي اللي هو الشخص المتسلط، رجل ومتسلط على الأسرة وحاكمهم بالعصا والكذا، ولا ندعو أيضا إلى تماما خلو الرجل من أي مسؤوليات، مثل الخلل اللي حاصل الحين على امرأة شرقية جاية تبي تعيش، امرأة شرقية عربية بس هي يعني تبت يعني جاية بامرأة شرقية وتبي تعيش امرأة غربية. خلني أفصل في هذا الموضوع بس على ما توصلكم الرسالة.